السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم سابع؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نحكي عن درس التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني لمادتنا اللي هي التربية الوطنية. بتمنى يكون كتابك معك وبتتبع معي. رح نبلش بالدرس الرابع، درسك موجود بصفحة 42 اللي هو التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني. خلينا نشوف مدينة عمان قديما اللي هي الأردن قديما وعمان حديثا، ونشوف إحنا هيك نطلع مع بعض طبيعة التغير بين عمان قديما وعمان حديثا. عمان قديما إذا أنت إجيت اطلعت رح تلاقي إنه في أراضي فاضية، يعني ما فيها بيوت كتير. عمان حديثا فيها اكتظاظ، فيها بيوت كتير ومنازل كثيرة، هذا دليل على إنه أعداد السكان زادت. حتى طابع العمارة اللي هو الطابع تاع البناء تغير. زمان هيك رح تلاقيهم بيوت صغيرة، صدفة لتلاقي أصلا عمارة. طلع هون كليته بنايات، كليته عمارات، كليتها اكتظاظ. هون ممكن أني أنا أطلع فروق بيناتهم، طبعا هاي الفروق أنا شايفها بعيني، إشي طبيعي متغير أنا لامسه شايفه مش بس كلام. نشوف بدرسنا بإيش بدنا نتعرف. رح نتعرف على سبب تغير المملكة الأردنية، شو اللي خلاها تتغير، اللي هي عوامل التغير، يعني مظاهر التغير المملكة الأردنية، أمثلة على التغير أو شو الأشياء اللي عنا تغيرت. رح نتعرف على مفهوم التحضر ومفهوم الشباب. رح نشوف دور الشباب في عملية البناء والتغير والتجدد في الوطن، ورح نتعرف كمان على صفات الشباب الأردني. خلينا أول إشي نحكي عن عوامل التغير وأهم عامل شهدته الأردن وأثر على المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هو الهجرات السكانية المتتابعة، مثل الهجرة من الريف إلى المدينة. هذا أهم عامل لأنه عندي بالمدينة زاد عدد السكان. ثاني عامل اللي هو التطور التكنولوجي السريع. أنا لما صار في عندي تطور تكنولوجي، طبعا هذا صار بالعالم ككل، أكيد تأثرنا إحنا فيه كمجتمع أردني بما إنه إحنا من العالم. وثالث إشي هو تطور في التعليم، وتطور بالتعليم عندي تغير أو تطور بسبب التطور التكنولوجي السريع اللي صار بالعالم وبالأردن، والهجرات السكانية اللي هي هاجروا من الريف للمدينة. يعني أنا زاد عندي أعداد السكان في منطقة معينة اللي هي زي المدن، أنا مضطر إني أقدم لهم خدمات التعليم بشكل أكبر، بدي أبني مدارس، بدي أبني جامعات، برضو رح أدخل فيها التطور التكنولوجي، رح يصير عندي التعليم بشكل تكنولوجي. هاي هي الآثار أو الأشياء اللي خلت المجتمع الأردني يتغير. هلأ بدنا نحكي عن مظاهر التغير في المجتمع الأردني. الأردن زمان أو آخر عقدين كان بتميز بملامح بنائية، وهلأ تغير وكمان تغير فيه النظام القيمي السائد. طيب كيف؟ رح أحكي لك شو هي المظاهر اللي تغيرت في الأردن، شو الأشياء اللي تغيرت. تغيرت عنا التعليم، الصحة، مستوى المعيشة، إسهام المرأة كمان، والتحضر والتطور في المجال الاقتصادي. هلأ رح نتناولهم هذول الأربعة بالتفصيل. أول إشي التعليم والمستوى الصحي والمعيشي وجودته. طورت الخدمات التعليمية والصحية في الأردن. إذا أنت هون بتلاحظ بين الصورتين كيف التعليم كان زمان وكيف التعليم حاليا التعليم كليته صار فيه تكنولوجيا، التكنولوجيا دخلت بالتعليم صار بشكل أفضل من قبل، مع أنه إحنا كمان حتى قبل كنا متميزين كدولة أردنية، كنا متميزين ب مستوى التعليم، كان مستوى التعليم عندنا من أفضل مستويات التعليم في الوطن العربي. المستوى التعليمي كمان لو إنه هلأ مش متطور وما فيه تكنولوجيا، وهي تكنولوجيا إحنا مش مستخدمينها في الدولة الأردنية، كان إحنا هلأ بالحظر اللي إحنا موجودين فيه وما بنقدر نوصل المدارس، كان ما في تواصل بين المعلم والطالب. بس لولا التطور التكنولوجي الموجود عندنا خلانا انه احنا نقدر نتواصل ونوصل المعلومة للجميع. وانتو كمان اذا كان في عندكم اسئلة كمان بتقدروا تسألونا، يعني صار في تواصل بين المعلم والطالب. لو هاي الازمة صارت في القدم وصارت في قبل
التطور التكنولوجي، وقبل ما إحنا نتغير كان أكيد هلأ ما في تواصل بين المعلم والطالب، وكان وزارة التعليم حاليا بتكون موقف التعليم مش مستمر زي هلأ. تاني إشي بدنا نحكي عنه هو إسهام المرأة في المجتمع ومؤسسات الدولة. المرأة صار في إلها دور عنا كبير بالدولة منذ مطلع الخمسينيات. طيب ليه؟ ليش بعد 1950 المرأة صار في إلها دور بالمجتمع الأردني وشو كانت قبل؟ أول إشي قبل 1950 يعني كانت المرأة صدف لتكون إنها دارسة أو تشتغل، هذا كمان كان مستحيل. بعد 1950 صار في فرص للبنات للتعليم وصار العمل، طبعا شوي شوي انتشر، مش الكل فجأة بلش إنه يرضى يدرس بنته أو يعني أي أنثى موجودة في عيلته. شوي شوي بلش، هلأ مستحيل تلاقي واحد ما بده يدرس بنته أو ما بده يدرس أخته. صدف 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 الصدف كمان مش بس صدف. والعمل كمان صارت المرأة قادرة إنها تتعلم وتعمل شغل، صار أصلا المجتمع كمان يوفر شغل للمرأة. هاد كان سبب بارتفاع مكانة المرأة. وتاني سبب إصدار قوانين وتشريعات أردنية، وكليتكم تسمعوا إنه والله القانون حاليا مع المرأة، لأنه القانون الأردني أعطى للمرأة قوانين بتقوي مكانة المرأة في المجتمع الأردني، يعني صار للمرأة مكانة في المجتمع من خلال القانون كمان. وكمان اختلفت نظرة المجتمع للمرأة وصارت شريكة مع الرجل، يعني مش بس المرأة أي شي بيحكي الرجل ماشي وحاضر، لا هي بإمكانها إنها تحكي شو الصح، تعطي وجهة نظرها. صرنا بلد ديمقراطي، بلد فيه مساواة بين الرجل والمرأة، الاثنين بيقدروا يشتغلوا نفس الشغل، اثنين بيأدوا نفس الكفاءة. عشان هيك هيك ساهمت المرأة في المجتمع الأردني، وكمان عشان هيك ارتفعت مكانة المرأة في المجتمع الأردني. هلأ بدنا ننتقل للتحضر ونشوف شو هو تعريف التحضر. تعريف التحضر هو هجرة السكان من الريف إلى المدن، بيتركوا الريف للمدينة لأنه المدينة بيكون متوفر فيها خدمات وفيها وظائف بشكل أكبر، فهم بدهم يجوا هون على المدينة عشان يشتغلوا بالوظائف الموجودة هون، وكمان الخدمات اللي هي الصحية التعليمية بتكون بعمان الحديثة أو بالمدن بتكون بشكل أكبر من الريف. هذا هو تعريف التحضر. كمان حتى لما تيجي أنت بدك تفرق شو زمان كانت العيلة شو هلأ صارت، اللي هو النمط الأسري. زمان كانت الأسر الممتدة منتشرة بشكل كبير، وصدف لتلاقي أسرة نواة. كيف يعني أسرة ممتدة؟ كليتكم تعرفوا أن الأسرة الممتدة هي بيكون الزوج والزوجة والأبناء والمتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم، كمان الأبناء غير المتزوجين، يعني بتكون عيلة كبيرة كليتهم عايشين يا إما بنفس البيت يا إما بنفس العمارة. الأسرة النواة هو بيكون الأب والأم والأبناء بس. هلأ صدف لتلاقي أسر ممتدة غالبيتها بتكون أسر نواة. هيك كمان هاد تغير حضاري أو تحضر كان بالنسبة، أو بربطه بالتحضر بالنسبة للمجتمع الأردني. هلأ ننتقل للتطور في المجال الاقتصادي وكيف إحنا تطورنا اقتصاديا، كيف الأردن تطور اقتصاديا. أهم إشي خلانا نتطور اقتصاديا هو المشاريع الصناعية، ولأنه في إحنا عنا قوى عاملة بشرية بتهتم في التجارة الداخلية اللي هي داخل الدولة الأردنية وخارجها، يعني في عنا كمان تجارة خارجية. هاي كليتها خلتنا إحنا نتطور اقتصاديا، وبرضه نمو الأسواق التجارية. وكليتكم تعرفوا أن الأسواق التجارية حاليا بتزايد، أماكن مقطوعة ما بتلاقي إلا هي انبنت وصار فيها عمارات وبيوت وصار فيها أسواق مولات محلات تجارية، يعني الأسواق التجارية عنا في تزايد. هلأ بدنا نروح نحكي عن الشباب والتغير الاجتماعي. أول إشي بدنا نحكي عن مميزات الشباب الأردني، الشباب اللي هي فئة الشباب اللي هو عمر الشباب، يعني للذكور أو للإناث. مميزاتهم هي الطاقة والحيوية المتجددة، القدرة على العطاء البدني والعقلي، الطموح، حب المغامرة، قدرة على التطور والتجدد، الحماس، حب الاستطلاع. هاي كليتها موجودة عنا في الشباب الأردني، كليتها بتساهم في التغير الاجتماعي للأفضل. طبعا دور الشباب في البناء والتغير والتجدد إيش إلهم دور؟ أول إشي أنا لما أخليهم يقوموا بعملية العملية الانتخابية، يشاركوا بالانتخاب، فئة الشباب عنا هي فئة كبيرة،
حجمها يعني عددها كبير عنا بالمجتمع، فأنا لما أخليهم يساهموا بالعملية الانتخابية هم رح يكونوا عارفين مين بدهم يمثلوا أو مين بده يكون منهم شخص يمثلهم، رح يكونوا عارفين مين بدهم ينتخبوا، وهذا الإشي بخلي إلهم دور كبير وبعطيهم مسؤولية بوقتها. كمان المشاركة بقضايا الرأي العام، أنا لما أحط عليها الشباب، فئة الشباب قدرة، أو أنا أكون واثق بقدراتهم وأعطيهم مسؤولية إنه أنا بدي إياكم تشاركوا بقضايا حقوق المرأة، بقضايا حقوق الطفل. هاي القضايا لما أنتوا تشاركوا فيها أو لما أعطيهم دور يشاركوا فيها رح يكون في عنا تغير وتجدد للأفضل. كمان القيام بالأنشطة التعاونية والتطوعية، هم أصلا رح يكونوا حابين إنهم يقوموا بهاي الأنشطة التعاونية والتطوعية، لأني أنا أعطيتهم مسؤوليات، حسستهم بأهميتهم، وثقت فيهم، هم كمان رح يقدموا للدولة تعاون تطوع بشكل أكبر. كمان ممكن إني أنا أو مش ممكن، هم أكيد بوقتها رح يقدموا لي كمان الدفاع عن الوطن، رح يحافظوا على هوية الوطن. كمان ممكن إني أقوم لهم مؤتمرات علمية، ورشات عمل، نقاشات، هاي كليتها بتعمل على توسيع المعرفة عند الشباب، والعقل عندهم بيكون تحفيز العقل، يعني بصير عنا أفكار جديدة ممكن إني أنا أستقبلها وإني أطبقها. هيك دور الشباب بيكون في إلهم دور بالمجتمع، بيساهموا في بنائه وتغيره وتجدده. طيب نشوف هنا بصفحة 42 عنا هون بالأول عن المجتمع الأردني وشو الجوانب اللي تغير فيها، اللي هي الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، عوامل التغير، العوامل أو أسباب هاي العوامل، أو شو هي العوامل، هجرة السكانية، التطور التكنولوجي، التطور في التعليم، كلها حكيناها. مظاهر التغير في المجتمع الأردني اللي هي مثال على التغير، أو الأشياء اللي تغيرت عنا، التعليم والمستوى الصحي والمعيشي، إسهام المرأة في المجتمع شو كانت وشو صارت، التحضر شو كنا، كيف كنا، كيف صرنا، شو الأشياء اللي تحولنا فيها. كمان التطور في المجال الاقتصادي، كيف كان زمان، كان زمان أصلا كان اقتصادنا كليته بيعتمد على الزراعة، حاليا على الصناعة والتجارة والسياحة، صار في عنا قطاعات جديدة طورنا فيها. هون عنا عن الشباب والتغير، أول 3 سطور هون بيعطيك عن أمثلة أو مميزات للشباب، وهون عنا أدوار الشباب اللي ممكن أنا أخليهم يساهموا فيها عشان التغير والتجدد. وبنكون هيك وصلنا لنهاية درسنا. بتمنى إنكم سابع تحلوا عندكم الأسئلة، أسئلتكم موجودة بصفحة 47، حل الأسئلة معاك واجب، وإن شاء الله أنا بنزل لكم الأجوبة. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا ووصلتكم المعلومة بشكل كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.